وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا باشمهندس؟ الله يبارك فيك. يلا ممكن نبدأ؟ بإذن الله. حاضر حاضر الزملاء معاكم. حاضر، الله يبارك فيك. يلا ده تمرك. خلينا أول شيء نقدم تعريف وبعدين بتبلش، معلش؟ ده تمرك. هذا من حقك علينا. العفو أستاذنا، الله يكرمك أستاذنا. جزاكم الله كل خير يا استاذنا الفاضل على التقديم الجميل دوت، ويعني يسعدني ويشرفني ان انا اكون موجود في انجينيرز توك، وان شاء الله نبدا مع بعض في ايه هو البيم وايه هو السستينابيلتي وازاي هنقدر نستفاد من السستينابيلتي في موضوع البيم. انا اسمي عمر سليم. الصوره دي كان اثناء ما بنعمل فيجوال رياليتي، يعني بنشوف المبنى كأنك انت موجود جواه، كأن المبنى اتبنى، يعني المبنى ده كان لسه فكرة ولسه ما الناس ما راحتش الموقع، ورغم ذلك احنا اول ما بنلبس النظارة بنشوف التصميم. دي من احد فوائد البيم، ان انت تقدر تشوف الحاجة 3D قبل ما تحصل، واحنا كنا عاملينها اصلا للمالك، يعني مالك المشروع بعد ما بيخلص المشروع بيجي ويقول انا عندي تعديلات. ليه؟ لان هو ممكن ما يكونش فاهم المخططات. لما بنلبس الفيرشوال رياليتي دي او نلبسها للمالك، هو بيبدا يقول التعديلات اللي عنده قبل ما نبدا. ممكن يعترض على حجم حاجه مثلا معينه، يعترض على السلالم، فبدل ما يستنى لاخر مشروع ويبقى في تكلفه كبيره في التعديل، لا ممكن يعدل قبل ما المشروع يبدا. بس واحنا بنعمل الموضوع دوت، كل مهندس من الموجودين اول مره يشوف التكنولوجيا الجديده دي فحب يجربها، فكل مهندس من الموجودين اكتشف خطا في التصميم بتاعه او اكتشف حاجه محتاجه تعديل. تمام، كان ابرزها مثلا ان المكن الميكانيكال ايكويبمنت اللي فوق المسجد كان محتاج ان هو يتحرك، او محتاج ان احنا نزود البرابت، فاوجدنا حلول قبل ما تظهر المشكله. دي فكره البيم باختصار من خلال الصوره ديت. طيب ايه هي السستينابيلتي؟ استاذنكم بس نلقي نظره سريعه على السستينابيلتي وبعد كده نروح لموضوع البيم.
لان السستينابيلتي من اكتر الحاجات الواحد مهتم بيها، لان هو ده راحة الانسان، او ان احنا نعمل حاجة. الانسان بيقعد تقريبا 70 أو 80% من الوقت لا اما داخل البيت لا اما في الشغل، فقاعد جوه مبنى. فاحنا لازم نصمم مبنى الانسان يكون مستريح فيه وما يكونش مسبب ليه الامراض. فهي فكرة السستينابيلتي ان انا بشوف احتياجات الجيل الحالي اللي احنا عايشينه ونأديها، يعني مش هقوله لا ما تعيش، لا ما تاكلش، لا ما... يعني كان في بعض الناس يقول لك ايه، بدل ما بتاكل طاقتين كل طاقه، بدل ما بتشرب، لا هي إيه الاحتياجات بتاعتك بالظبط. مش هنقول لك لا بدل ما تقعد في شقه مثلا اوضتين وصاله، لا اقعد في صاله واحده، بس من غير ما نأثر على الخامات والحاجات اللي بيحتاجها الاجيال القادمه. يعني ما اقطعش شجر او ما اهلكش حاجه دي من حق الاجيال القادمه. دي هي فكره الاستدامة، وهي دي اللي البيم بيحققها لي، اللي هو ان هو يبدأ يشوف لي المشاكل الموجودة ونحلها، بحيث ان احنا ما نعملش هدر للموارد. لما جينا نبص على السستينابيلتي لقينا ان في مشكلة كبيرة جدا، ان المباني بتستهلك 46% من الطاقة وبتوصل ل 70% في المدن الكبيرة. طب احنا ازاي نقدر نحسن الموضوع دوت بحيث ان المباني تستهلك اقل من كده بكتير؟ هنقدر نحل مشكلة كبيرة جدا لو قدرنا ان احنا نسيطر على الهدر اللي بيحصل في القطاع الكونستراكشن. مجال الكونستراكشن بيستهلك 53% من البرايمري ماتيريال، من المواد الأساسية. فدي برضو من ضمن النقط اللي احنا لازم نهتم بيها، يعني كل واحد مسؤول عن القصة دي. تخيل ان كل المهندسين اللي شغالين في مجال البناء، معماري وإنشاء وكهروميكانيكا، بدأ ينتبه لحجم الخطورة ديت، فنلاقي ان احنا قدرنا نقدم خدمة للعالم كله بسبب ان احنا حسنا التصميم. ساعات ممكن يكون تصميم خطأ يؤدي الى امراض كتيره جدا. في امراض كتيره جدا بتنشا بسبب سوء التهويه، سوء الاضاءه، الناره، وزي في مرض معروف اسمه مرض المحاربين القدماء، ليه قصه طويله كده، بس ده من ضمن الامراض اللي بتنشا نتيجه الهواء الفاسد ونتيجه في المستشفيات بالذات وهكذا. فدي نقطه كبيره الخطوره، ويمكن حسينا بخطورتها لما ظهر موضوع الكورونا والفيروسات. فازاي ان احنا نقدر نصمم من خلال التكنولوجيا البيم مباني تقلل انتقال الفيروسات، نقدر نعمل اناليسز للموضوع ونكتشف هل فعلا التصميم ده مناسب بيئيا ولا لا. تمام. طيب لقينا ان فعلا في 13 مليون طن من الماتيريال بتوصل للموقع ولا تستخدم، بيكون في غلط في التصميم. يمكن انا كنت بدي كورس في احدى الشركات هنا في قطر، كانت تخصص اتشفاك، فكانت هي بتعمل الدكتات، فهم كانوا بيعملوا تصميم الدكتات من خلال الاوتوكاد ومن خلال بعض البرامج ويبعتوها للموقع، فاكتشفوا ان كل الحاجات اضطروا ان هم يعيدوا تقطيعها تاني في قلب الموقع، لا اما اكبر لا اما اصغر لا اما، ففي مشاكل كتيره جدا. لما استخدمنا البيم وكذا برنامج متخصص في موضوع ان هو يعمل الضغطات بشكل كويس، جات لنا كذا رساله ايه اللي انتوا عملتوه بحيث ان الحاجه فعلا اول ما توصل الموقع تتوصل وما اضطرش ان انا اقطع في الموقع. لما اقطع في المصنع، المصنع مهيئ ان هو يحصل تقطيع بدون مشاكل، انما في الموقع اللي احنا بننفذ فيه المصنع مهيئ، الموقع بيبقى فيه مشاكل كتير جدا وساعات بتحصل اصابات. طيب في برضو مصطلح اسمه جرين بيلدينج بيدخل تحت المظله بتاعه الاستدامه، وهي ان انا اعمل مباني ما بتستهلكش طاقه كتير، ما بتستهلكش ميه، يعني فاتوره الكهرباء تبقى قليله، فاتوره الميه تبقى قليله، فده هيأثر على المدينه كلها. لو المدينه كلها قدرنا نعملها بالشكل دوت هتستهلك مثلا 10% او 15% من اللي بتستهلكه في الوقت العادي. فدي من ضمن الحاجات اللي احنا مهتمين جدا ان احنا نوصل لها. فبنلاقي ان في فوائد كتيره جدا في موضوع الجرين بيلدينج، فوائد على المستوى البيئه، ان احنا بنحسن البيئه وبنحسن الصحه وبنحسن الهواء وبنحسن الووتر وبنقلل استهلاك الهدر في المواد. وعلى المستوى الاقتصادي ان احنا بنوفر الاستهلاك. على مستوى الصحه ان احنا بنحسن برضو الـ كميه الهواء، الكواليتي اير انترنال، يعني الهواء الداخلي بتاع المبنى، بنحسن الكفاءة بتاعته. ودي اهم الحاجات اللي موجودة تقريبا، دي مش ثابتة. يعني الليد وهنشوف ايه هو الليد والبريم والحاجات ديت، يعني كل دولة بيبقى ليها مقاييس
للسستينابيلتي او للاستدامه. فهم كلهم بيدوروا حوالين النقط ديت، ان انا المكان المستدام، كفاءه استهلاك الميه، كفاءه استهلاك الطاقه، الماتيريال، كفاءه الهواء الداخلي وهكذا. طيب دلوقتي بقى نبدا ندخل على موضوع البيم. هو فكره البيم بسيطه جدا، وهي يعني بدات الفكره من سنه 1962، لكن نتيجه ان الاجهزه كانت ضعيفه فما انتشرش فكره البيم. بدات تنتشر لما بدات الاجهزه تبقى قويه وينفع فعلا ان احنا نشوف الموديل بشكل حلو على الكمبيوترات. فهي الفكره كلها باختصار ان انا اقدر ابني المبنى على الكمبيوتر بتاعي قبل ما ابنيه في الواقع. يعني انا دلوقتي مثلا لو انا عندي فيلا وخلصتها وبعد كده واحد قال لي يا انا عجباني الفيلا دي اعمل لي واحده زيها جنبها، فانا قبل ما ابدا عندي كل المعلومات وعارف فين الكلاشات وعارف فين المشاكل وعارف التكلفه وعارف مثلا ان انا هحتاج الاجهزه دي بعد شهرين بالظبط، فابعت اوردر واقول لهم انا عايز الحاجات دي تجيلي في اليوم دوت، فما اضطرش ان انا اخزنها ولا اضطر ان انا استناها. فدي فكره البيم، ان انا بعمل الموديل كله على الكمبيوتر وابدا اكتشف المشاكل اللي ممكن تواجهني وابدا احلها. ويمكن اكبر حاجه من الفوائد اللي احنا نشوفها موضوع الكلاشات، ان انا اقلل الكلاشات بتاعتي. فهو بيلدنج انفورميشن موديلنج وده المصطلح، وبدا يتحول لبيلدنج انفورميشن مانجمنت، اداره معلومات البناء. ان انا عندي معلومات كتير جدا في البناء وكاداره انا مش قادر اسيطر على المعلومات دي كلها، لكن البيم بيقدر يساعدني ان انا اقدر اخد المعلومه وقت ما انا احتاجها، او ممكن نسميها بيتر انفورميشن فور مانجمنت، ان انا باخد المعلومات افضل معلومات وقت ما انا احتاجها في المكان اللي انا محتاجها وبعرف اخد المعلومات دي منين. طيب البيم هيفيدني ازاي في موضوع الاستدامه؟ اول حاجه هيساعدني في اتخاذ القرار، هيساعدني ان انا اشوف مثلا لو انا هقدر احقق الليد ايه اللي انا ممكن اعمله، ايه النقط اللي انا ممكن اعملها، يعلي لي اداء المبنى. طيب البيم فيه كذا دايمنشن، يعني بيقول لك ايه 3 دايمنشن 4 دايمنشن وهكذا. ال 3 دي اللي هو المبنى ثلاثي الابعاد، تمام. وده كده احنا خدنا نقطه قويه عن الاوتوكاد اللي هو غالبا كان بيعملها 2 دي، لا دلوقتي كلهم مرتبطين ببعض. لو انا عدلت اي حاجه في البلان هتعدل في السكشن تلقائي من غير ما انا اتدخل. ال 4 دي اللي هو الزمن، ان هو بيضيف لي بعد الزمن بالشكل دوت، تمام. خلينا اوريكم فيديو كده كنت انا عامله سريعا اهوت. خلينا ناخد ده مثلا. ده فيديو مثلا بنشوف الجدول الزمني لما هربطه بالحاجة هتتعمل ازاي. فدي مثلا محطة باص ستيشن كنت شغال فيها، فابدأ اقول له مثلا في اليوم ده من اليوم ده هيبدأ يبني لي كذا، فبتبدأ تظهر العناصر كلها. فهي مش مجرد بس ان انا بتفرج على حاجه شكلها حلو، لا انا ببدا اشوف هل في اتنين تاسكات في نفس الوقت فاضطر ان انا اشوف ايه المشكله وابدا احلها، او في وقت ما فيهوش اي شغلانه خالص فاكتشف الاخطاء اللي موجوده في الجدول الزمني، واقدر افهم كل الناس اللي شغالين في المشروع اللي هم مش شغالين في البلاننج ومش فاهمين ايه اللي بيحصل، اوريهم صوره للمبنى، تمام. طبعا دي اكتر من ملف كان كذا مشروع، تمام. طيب الحاجه برضو اللي بيديفولي البيم ان هو بيعمل كولابريشن بين كل الاقسام، يعني بيخلي كل الاقسام تتعاون مع بعض، حتى لو كل واحد فيهم في شركه، يعني ممكن تكون شركه انشائي وشركه معماري وشركه ام اي بي، هما بيخليهم كلهم موجودين في نفس الفايل، فيقدر ياخد اخر معلومات اخر ابديتد ويعرفوا كل حاجه موجوده، ويقدر يعمل سيلكت على اي عنصر فيعرف المعلومه اللي هو عايزها. فده بيأثر بالتاكيد على الكيو اس، وبيأثر على البروجكت مانجمنت او اداره المشروع، وبيوفر كتير جدا للكلاينت او العميل. طيب خلينا بقى نشوف فكره البيم. طيب لو احنا جينا نتخيل كده، اديت لحضرتك الصوره ديت، تمام، وقلت لك ده قطاع امامي وده قطاع جانبي، تخيل شكل المبنى. فده اللي بيحصل فيه كتير جدا من المشاريع اللي اتعملت، والمهندسين اللي شغالين في المشروع ما كانوش متخيلين الشكل غير لما خلص. يعني مهندس الانشائي او المعماري او يعني مش متخيل شكل الحاجه اللي التاني عملها غير لما المشروع خلص. انما لما اوريه له 3 دي بالشكل دوت، اكيد جدا هيبقى سهل جدا ان هو يبنيه. اي طفل ممكن يبص على الحاجه ديت ويقدر يبنيها. انما لما ادي لحد متخصص في حاجه زي كده
ممكن يتلخبط او يعمل حاجه مش مظبوطه. ودي احد القواعد اللي موجوده في اللين مانجمنت او الاداره الرشيقه، وده نوع من انواع الاداره كان موجود في صناعه السيارات وحاليا بقى موجود في صناعه الكونستراكشن، اللين كونستراكشن، وكتبت عنه قبل كده، وهو اصبح اجباري في بعض المشاريع في قطر، واصبح موجود في البي ام بي. يعني اللي بيدرس بي ام بي دلوقتي الاصدار السابع بيلاقي حاجات من الاجايل وحاجات من اللين، وبنلاقي ان الاجايل واللين بيحتاجوا البيم، بيحتاجوا البيم. يعني وانا بدير المشروع بلاقي ان البيم اداه مساعده ليا بتوفر لي وقت كتير جدا. مثلا شكل زي دوت، يعني لما نيجي نفكر ازاي نعمل المخططات دي بالاوتوكاد او نطبعها بي دي اف او كده، تلاقي الموضوع صعب جدا، كميه تفاصيل رهيبه جدا جدا، يعني زي ما حضرتك شايف البايبوت. انما لما نعملها بال 3 دي ونبدا نشوفها هنبدا نكتشف الاخطاء. يعني لو انت ركزت كده هتلاقي اخطاء، انا مش عارف فين الاخطاء، بس لو ركزت كده بالعين لوحدها هتكتشف اخطاء. فما بالك بقى ان في بعض البرامج موجوده في البيم بتبدا تقول لك فين المشاكل، زي برنامج النفس ووركس وزي برنامج سوليباري. دي من البرامج اللي انا بدوس كده كليك يقول لي فين المشاكل موجوده. هي في مشاكل، هي في كذا بايب داخل في قلب البايب ديت، تمام. فسهل جدا ان انت تكتشف المشاكل بالعين، مجرد ان انت بس تبص كده، ده في مشكله في المكان الفلاني، طب ليه دي طلعت دي ونزلت هنا، طب تبدا بقى تشوف. فدي فكره البيم وليه احنا شايفين ان هو بيسهل علينا كتير قوي. طيب هتلاقي ان هو بيساعدك في حاجات كتير جدا، اتخاذ القرار، ان هو بيساعدك في ان انت تتنبأ بالمشاكل، يساعدك في ان انت توفر الهدر ان حاجه تتعمل، وبعد ما شويه تكتشف ان في كلاشات وهكذا. من ضمن الحاجات المزايا القويه جدا ان هو في كذا تكنولوجيا على مستوى العالم كانت موجوده، ما بقولش ان البيم هو اللي اوجدها، بس ما كانش لها علاقه بالكونستراكشن. يعني حاجه مثلا زي الاوجمانتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي، دي كانت تكنولوجيا موجوده بس كنا بنستخدمها في الالعاب، تمام. زي كان في لعبه كده كائن كده غريب بيظهر وانت بتحاول تصطاده بالموبايل وحاجات زي كده. طيب هي التكنولوجيات دي بدات تدخل جوه موضوع البيم، زي مثلا الذكاء الصناعي مثلا والروبوت، تمام. يعني انا لو عندي روبوت بيبني، الروبوت ده لو انا مديله لوحه اوتوكاد مش هيفهم، انما لما اديله حاجه 3 دي هو خلاص بقى فهم كل حاجه، فيقدر ياخد المهمه وينفذها. الذكاء الصناعي يعني حتى لما اقول له اتعلم من الحاجات مش هيقدر يتعلم من الاوتوكاد. فاحنا لان احنا قللنا تكلفه المبنى، يعني توصل ان احنا 80% من الحاجات بسبب ان احنا استخدمنا البيم والذكاء الصناعي، وبقت الموضوع اسرع، واصبح يعني الخوف ان هو يقلل العماله، ده اللي ممكن يعمله ويعمل شويه بطاله. ودي كانت محاضرات قعدنا فيها زي مناظرات كده، ناس مع وناس ضد، ونشوف المشاكل وهكذا، تمام. وبعدين لما نستخدم الذكاء الصناعي بتبدا تنبأ بالمشاكل، فده بيبقى من انواع السيفتي. فالسوق بتاع موضوع الذكاء الصناعي والحاجات دي وصل ل 15 تريليون دولار في السنة، تمام. Artificial اصبح فيه برامج كتير جدا، بس البرامج دي بتقول لك اديني حاجة بيم، او اديني حاجة اقدر افهمها، او حاجة اقدر اتعامل معاها. لما هتديها له 2D مش هيقدر ان هو يتعامل معاها بشكل كويس، تمام. طيب فهو بيقلل لي التكلفة، بيساعدنا على اتخاذ القرار. ودي كانت محاضرة أو مناظرة كانت بين مجموعة من الأساتذة الأفاضل، هل البيم ممكن، أو مش البيم، هل الذكاء الصناعي ممكن يقضي على مدير المشروع، ولا هيبقى أداة تفيد مدير المشروع؟ دي من ضمن الحاجات اللي ممكن تبقى جلسة حوارية كده أو نفكر فيها كده. طيب إنترنت الأشياء، إنترنت الأشياء دي إن الجهاز بتاعك متوصل بإنترنت، الجهاز بتاعك اللي هو إيه؟ كل حاجة في البيت. أبسط مثال أو المثال الظريف اللي هو موضوع التلاجة، التلاجة تبقى متوصلة بالنت وتشوف ايه الأكلات اللي ناقصة، وتبدأ تشوف ايه الأكلات الجديدة، عايز تجرب أكل كوري، عايز تجرب وهكذا، وتبدأ تتواصل بالبقالة وتجيب لك الحاجة وتجهزها. وده مش خيال علمي، ده في بيوت كتيرة جدا معمولة بالشكل دوت، تمام. يعني السرير بتاعك هو عبارة عن منبه مثلا، أو الشباك بتاعك متوصل بالنت وأنت تقول له افتح الشباك مثلا الساعة كذا فيفتح، أول ما تدخل مثلا تقول صباح الخير خلاص يفهم ايه الحاجات اللي تشتغل وحاجات زي كده. قبل ما توصل البيت
يبقى عارف مثلا انت اللوكيشن بتاعك من الجي بي اس، يعرف ان انت قربت 10 متر، فيبدا يشغل تكييف بدل ما انت سايب التكييف شغلته اليوم. فكل التكنولوجيا ديت بتتواصل مع البيم، والبيم بيديله المعلومات اللي هو ممكن يحتاجها. طبعا بنحط سنسور وحاجات زي كده بحيث ان هو يقدر يحس بكل حاجه. مثلا على سبيل المثال، انا ممكن اوصل المكان اللي انا عايزه في نص ساعه، واقعد نص ساعه ادور على الركنه. فممكن يبقى فيه ذكاء صناعي بالموبايل يقدر يقول لي فين اقرب مكان اركب فيه، وكذلك ينبهني لو في اي خطوره في مكان مش معمول فيه حاجه تمنع الناس من السقوط، يبدا ينبهني ليها. الاوجمانتد رياليتي ان انا اقدر، دي ورقه مثلا كانت موجوده وده عملناها في كذا مشروع. الورقه دي بدخلها على برنامج، زي مثلا برنامج، هتلاقي برنامج اسمها اي يو جي جي دي، ده البرنامج اللي انا استخدمته. دخلت له الصوره ودخلت له موديل 3 دي، دخلت له الاثنين. فاول ما بمسك الموبايل زي ما انت شايف بالشكل دوت، اللي الصوره اللي في النص، اول ما بمسك الموبايل واقربها من الصوره 2 دي يبدا يظهر لي 3 دي، واقدر اشوف كل المعلومات، واقدر اقول له طب هات لي الدور الاول، هات لي الدور الثاني، وهكذا. او المكنه نفسها، في ساعات كتير جدا بيبقى المكنه فيها محابس كتيره وفيها هوكب كتير، فهو يبدا ينبهني انهي واحده اللي هقفلها او هشغلها عشان اعمل الصيانه. الصوره اللي فوق دي حاجه مثلا زي ايكيا او اي شركه من الشركات بتاعه الاساس، بيقول لك بدل ما تجيب الاساس وتكتشف ان هو مش ملائم بالموبايل، ابدا حط الاساس وشوفه مناسب عندك في الاوضه ولا لا قبل ما تشتري الحاجه. طبعا ليه استخدامات كتيره جدا في موضوع كونستراكشن. ممكن قبل ما المكان كله يتبني تلبس النظاره تبقى شايف الحاجه اللي اتبنت مع الحاجه اللي لسه بتتبني. يعني هنا ده معماري انشاء خلصان وكهروميكانيكال مش خلصان، هو لبس النضارة فبدأ يشوف الشغل كله خلصان قدامه. خلينا نشوف مثال سريع على كده. تمام، هو مجرد بس حط الموبايل على الورقة فبدأ يشوف المبنى كله بالشكل دوت، ويقدر ياخد كوانتيتي حصر، ويقدر يشوف يقول له انا عايز اشوف الفلور مثلا كذا، الريلينج، كل الحاجات اللي هو عايز يشوفها تقدر تظهر له بالمعلومات بالحصر بكل حاجة. فده تبقى ميزة حلوة جدا في الاجتماعات. ده مثلا في قلب الاجتماع هنشوف هنا الفور دي اللي هو الزمن مع المبنى، بيبدأ يشوف واحدة واحدة من خلال النضارة. هو مفيش حاجة موجودة أصلا على الترابيزة، بس أنت بتبدأ تشوف المبنى هيتبني ازاي. فده بيساعدنا واحنا بنتخيل شكل البنى وكده، كل الناس تقدر تشارك المعلومات زي ما هي عايزة. دي كانت من الحاجات الواحد بيحلم بيها في قبل الشغل وكده، بس يعني اكتشف انها حاجة بتتعمل حقيقية مش خيالية. هو دخل الموبايل كده في قلب المبنى، ده صورة مثلا حاجة زي كده. فاحنا نفضل اني، يعني الناس شايفه اني الافضل. لو الناس تكتب على الشات، لو هي شايفه الطريقه التقليديه تكتب زيرو، لو هي شايفه ان تكنولوجيا البيم تكتب واحد. دي مثلا فيرتشوال رياليتي، ده انت بتشوف كانك جوه المكان. يعني حتى انا كنت بجرب حاجه امبارح، ان انا اتخيل ان انا جوه مثلا اللوفر، مجرد ان انا بلبس النضاره دي بتخيل الاقي نفسي كاني فعلا هناك. ولما بتخلع النضاره بتحس ايه ده، ايه اللي وداني هنا؟ يعني لما تلاقي نفسك في البيت ازاي النقله الرهيبه ديت. تمام، فالتكنولوجيا دي محتاجة يكون المبنى على الأقل 3D. دي إحدى الاجتماعات، بنلبس النظارات ديت في الاجتماع ونتخيل ونتناقش على الحاجة. الدرون عشان ياخد حاجة وينقلها، ودي حاجة خطيرة جدا، إن ممكن واحد يطلع مكان عالي ويقع من عليه، فالدرون ده لأ بتروح تنقل، وفي كاميرا ساعات بتصور المكان أو تاخد حاجة تطلعها. دي أحد التكنولوجيات ما بتنفعش من غير استخدام البيم، لو اديته كاد مش هيفهم هو إيه المطلوب. الروبوت، تخيل الدقة اللي موجودة هنا، دي كلها لازم تكون معمولة بمعلومات حلوة زي معلومات التكنولوجيا البيم. ان انا ممكن اقول له ابني لي انت بقى الحاجات ديت، ودي زوايا دقيقة جدا في استخدام فكرة البيم فيها.
3 دي برينتنج. 3 دي برينتنج انا عندي واحده بطبع بيها حاجات صغيره، بس في حاجات بتبني بيوت كامله، في بيوت كامله، وفي السعوديه والامارات عاملين خطه ان هم يبنوا بيوت كتيره جدا. تمام. طيب اخر حاجه وصلنا فيها كان 3 دي برينتنج. 3 دي برينتنج دلوقتي بقت تطبع مدن كامله، وده موجود في الخطه بتاعه السعوديه والامارات ان هم يبنوا مدن كامله من خلال ال 3 دي برينتنج. يبداوا في جزء كبير جدا من المدن يتبني من خلال ال 3 دي برينتنج، بحيث ان المشاريع تتعمل في نفس الوقت ويقللوا التكلفه وهكذا. دي مدن كامله اتعملت من خلال ال 3 دي برينتنج. تقريبا مثلا ممكن تلاقي في عامل او يعني موظف او اتنين اللي موجودين في المدينة كلها. دي مثلا في الكويت حبوا ان هم يبنوا برج لبنك من البنوك، فراحوا لنورمان فوستر، فنورمان فوستر عمل لهم مبنى يعني موديل وطبع ب 3 دي برينتنج، وهو قبل ما يطبع دخل على الذكاء الصناعي كده فعدل بعض البارامترز. يعني هو عمل واحد بس مش كل دول، ومرة مثلا يقول له خلي ارتفاع الدور كذا، طب خلي الزاوية دي كذا، كل ده بيتعمل بالذكاء الصناعي ويطلع لنا الأشكال الكتيرة. ده مثلا مثال جراس هوبر. في فيديو أنا كنت عامله كان 3 دقايق بالظبط، قدرنا نعمل برج كامل ويلف حوالين نفسه وفي كذا بارامتر. يعني مجرد ان اغير البارامتر ده المبنى ده يكبر يصغر يزود الأدوار، كل الحاجات اللي احنا عايزين ان احنا نعدل فيها. ده الشكل الأخير اللي استقروا عليه. طيب دلوقتي بقى نبدأ نشوف ربط الاتنين ببعض، البيم مع الاستدامة. لو أنا عندي موديل فعلا حقيقي اتعمل على البيم، فأنا بحصل على الفيجواليزيشن، بعرف الكوست، بعرف الدوكيومنتيشن، فابريكيشن، كونستراكشن، وده بيساعدني إن أنا بعمل موديل بيلدنج بيرفورمانس أناليسيز، وأقدر أعمل تحليل للإضاءة، أعمل تحليل للشمس وللظلال وللطاقة الشمسية والحاجات دي كلها. الحاجات دي كنا بنعملها قبل البيم، كنا بنعملها قبل البيم، بس مجهود خرافي ان انا كل حاجه بعملها موديل خاص بيها. يعني بعمل ايه موديل لللايتنج، في برنامج متخصص لكده، فادخل اخد لوح الاوتوكاد واروح هناك واعمل الموديل اللي هناك. عايز اعمل صن، لا بروح لبرنامج تاني وابدا اعمل موديل من اول وجديد. البيم قدم لي ايه؟ ان انا بعمل موديل مره واحده واصدره البرامج دي، اعمل فيها الاناليسيز، واصبح في كل برامج الاناليسيز بتاعه الاستدامه او بتاعه الاستراكشر او بتاعه كل الحاجات بتاخد من البيم في لينك بينهم، فده بيوفر لك كتير قوي. ولو عملت اي تعديل اعمل برضو تصدير وخلاص خلصت. فالاول كنا لا، كل تعديل بيحصل لازم اعدي على البرامج كلها اعملها. دي امثله لموضوع التحليل. ده مثلا على سبيل المثال، ده جينا على مكان وبدانا نعمل كتلة، والكتلة دي بدلنا نجرب، طب لو عملنا الاوبننج الناحية دي، طب لو فتحات الناحية دي، لو عملنا شفط الناحية دي، لو عملنا جربنا مثلا ناخد التكنولوجيا من الحاجات القديمة، مثلا الملقف اللي هو بيبقى طالع بحيث انه ياخد الهواء، هذه هيأثر ولا لأ؟ فبنعمل اناليسيس. زمان ما كانش فيه التكنولوجيا بتاعت البيم ديت، انا راجل من ايام زمان، فكنا بنعمل واحد او اتنين. دلوقتي من خلال تكنولوجيا البيم ومن خلال الجينيريتيف ديزاين ومن خلال الحاجات اللي بتطلع كل شويه جديده، ممكن نعمل 100 اناليسيس ووقتهم اقل من كان الوقت اللي احنا كنا بنعمل واحد او اتنين. فدي من ضمن الحاجات اللي الواحد بيبقى مستفاد جدا في موضوع البيم. ده مثلا نوع من انواع الاناليسيس بنعمله لاريا مش لمجرد مبنى. طيب الفكرة ان انا بدخل بعض الانفورميشن عشان يطلع لي المعلومات صحيحة، هو مش مجرد شكل، لا هي معلومات صحيحة. بضطر ان انا ادخل اللوكيشن موجود فين. طبعا التحليل لو موجود في امريكا غير لما يكون في اوروبا، غير في الصين، غير في الوطن العربي، كل منطقة بدخل له المعلومات بتاعتها، بدخل له الفلورس، الفتحات، الماتيريال. يعني واحنا شغالين بدخل له كل حيطة، بدخل له الماتيريال بتاعتها، وكل الماتيريال بيبقى فيها كل الانفورميشن اللي احنا ممكن نحتاجها. بيطلع لي ايه بعد كده؟
لما تخلي المعلومات مظبوطة بيطلع لي انرجي يوزز، الاستخدام بتاع الطاقة، الكربون، احنا عندنا مشكلة في موضوع الكربون بنحاول نقلله قدر الامكان، السور اناليسيز، الاتفاك، الناتشورال فنتليشن، التهوية الطبيعية، هل انا اقدر اخد شهادة من شهادات الاستدامة زي الليد زي البريم، الحاجات دي كلها. ففي معلومات بدخلها ومقابل كده بيطلع لي معلومات سليمة اقدر استخدمها، يعني هو بياخد داتا يروح مديني انفورميشن. مثلا لازم اديله الوزر داتا بتاعت المنطقة اللي انا موجود فيها، ودي ممكن ننزلها من ناسا او ننزلها من جوجل ايرث، ودي الحاجات اللي هي بتطلع لي التحاليل الموجودة زي سي اف دي اناليسيز اللي هي المسار بتاع الهواء وسرعته، الفاير اناليسيز. طيب مين اللي ممكن يستفاد من الموضوع دوت؟ المعماريين او الناس، الديزاين اركتكتشر ماستر بلان، الانجينيرنج، المهندسين الميكانيكا، الكهرباء، يعني تقريبا كل الاستاف بيشتغلوا. يعني كان عندنا ناس مثلا في الحصر، فهتعلم البيم كله؟ لا، تعال انا هعلمك حاجه معينه، جزء بسيط، انت مش هتعمل موديل بس عايز الحصر، فهوريك ازاي نعمل لك سكادولات جاهزه تشتغل بيها. طيب يعني ممكن واحد شغال في البلاننج فهو مش هيعمل موديل بس محتاج ان هو يربط بين الجدول الزمني، سواء عمله بقى على البرمافيرا او ام اس بروجكت، ومع الموديل اللي احنا عاملينه. فعندنا كذا ريتنج سيستم، طبعا الليد الموجود في امريكا، طبعا موجود في امريكا وفي دول تانية بتستعين بيه، يعني مش لازم كل دولة تعمل حاجة خاصة بيها، بياخدوا الليد او في البريم في بريطانيا، في الاستدامة، في الجي ساس، الجي ساس اللي هو موجود في قطر، في الهرم الاخضر في مصر. والهرم الاخضر في مصر في ميزة مش موجودة في اي نظام اخر، ان هو بيدي نقط لو انت استخدمت البيم، يعني لو انت استخدمت البيم بيديك نقطتين، لو استخدمت البيم في تحقيق الاستدامة بيديك 3 نقط، لو عملت البيم مع الاستدامة مع الفاسيلتي مانجمنت يديك 4 نقط، ودي مش موجودة لا في الليد ولا في البريم ولا الدي جي ان بي اللي هو الالماني، والاستدامة ده بتاع الامارات. وفيه بالمناسبة في لبنان في اللي هو الارض. تمام، طيب دي بعض انواع الاناليسز اللي موجوده. طيب سنة واحدة. دي الفيزيكال موديل مثلا، طيب ثانية واحدة عشان في مشكلة بس حصلت. طيب أنا هستأذنك بس في مشكلة حصلت، ها 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 هرجع دقيقة واحدة بس. طيب معلش أنا آسف، دلوقتي هنكمل إن شاء الله. ده بعض النماذج للتحليل زي الفيزيكال موديل، الموديل ترانسبورتيشن تو سوفت وير، في تحليل للساوند والنويز اناليسيز. تمام، في تحليل لسرعة الرياح. في تحليل للشادو رينج زي حاجة بالشكل دوت. تمام، فدي حاجات كلها بنستخدمها من خلال البيم بتسهل علينا الشغل بتاعنا. طيب لو جينا نبص بنلاقي ان الهدف بتاعنا ان احنا نوصل لحاجة اسمها باسيف ديزاين، عبارة ان المبنى اللي احنا شغالين عليه بيكون زي ما انت شايف مش محتاج طاقة من الخارج، يعني هو في مثلا ألواح طاقة شمسية فمش محتاج ان انت تاخد طاقة من بره. تمام، طيب دي مثلا نوع من انواع الاستدامة اللي موجودة، ان احنا بنعمل الحاجة ونبدأ نجرب نعمل اناليسيز.
طيب دلوقتي بقى هنشوف موضوع السوفت وير، بس قبل ما نتكلم على السوفت وير لازم نقول ان السوفت وير مش هي اللي بتعمل الاستدامه، الانسان هو اللي بيعمل الاستدامه ديت. ودي اشهر البرامج اللي اتعمل عليها ابحاث في الموضوع، زي مثلا في برامج خاصه بالموديلنج زي الريفيت والاوتوكاد والاركيكاد والسكتش اب الراينو، في برامج خاصه بالانرجي زي الانرجي بلس الايكوتكت جرين بيلدينج ستوديو اي اس كويست، وفي حاجات خاصه بالتطوير زي الداينامو جراس هوبر. دي البرامج دي معتمده واخده الليد، يعني لو انا عملت التحليل بيها وقدمت عشان اخد الليد بيعتمدها لان هو شايف ان المعلومات بتاعتها صحيحه، زي الهاب الدي او اي 2 الانرجي بلو برو الانرجي بلس. وهي كل الفكره ان اي برنامج من برامج البيم ببدا ادخل فيه المعلومات مظبوطه بالشكل دوت. الانرجي موديل، الانرجي موديل احنا بنعمل زي ماس وبنبدا ندخله على البرنامج وبنبدا نشوف الاوبشنز اللي موجوده، لو انا كبرت المبنى او صغرته او زودت العرض ايه اللي هيحصل فيه. ده السولار ستادي اوفر فيو الموديل، الموديل بنعمله سيموليت وبعد كده بنعمله فيجوال اناليسيز وبعد كده نقرر افضل تصميم ايه هو. ماشي طيب. السام باس بنعمل دراسه للسام باس، ده بيتعمل على اي برنامج حتى ممكن يتعمل على الريفت اوتوماتيك. الفكره كلها ده مثال مثلا ان انا بدخل المعلومات بتاعه المشروع وبعد كده بحدد المكان بتاعه، بعمل الفيو بتاعت السولار ستادي وبعد كده بفعل سان باس وبعد كده بدرسه سواء في لحظة معينة او في يوم كامل او في اكتر من يوم. ده الشكل بتاعه. سوري انا برجع. او احنا كده بندخل معلومات المشروع وبندخل المكان بتاع المشروع، بنفعل السان باس وبعد كده بنعمل السولار ستادي بتاعتنا، فبيبدأ يجيب لي حاجة بالشكل دوت، وهنا بيبدأ يجيبها لي بقى من اكتر من اتجاه، من الايست اليفيشن او ساوث اليفيشن وهكذا. ممكن نعملها بالشكل دوت، يبدأ يجيبها لي في الريال تايم كل شوية بيجيب لي. ده برضو اكتر من تحليل. هنا بنعمل تحليل لو احنا عملنا سكاي لايت ده 90%، طب لو عملناه 60%، طب لو عملناه 30%، ايه النتيجة واني الافضل للاستدامة ولراحة الناس اللي موجودة في المكان. دي برضو من ضمن الحاجات اللي بتطلع اوتوماتيك من البرنامج. هنا مجرد ان انا بعدل بعض البرامتر زي العرض الشباك او كذا فبيبدأ يظهر معايا. بندخل المعلومات، هي الفكرة كلها ان انت تدخل معلومات سليمة هيبدأ يجيب لك النتائج السليمة. هنا مجرد بضغط على زرار اسمه هيتنج اند كولينج لود بيجيب لي الاحمال بتاعت كل غرفة، بيدرس المكان بتاعها وعلاقتها باللي حواليها والشبابيك والماتيريال، كل الحاجات دي ما بتاخدش ثواني ويجيب لي نتيجة دقيقة لكل غرفة من الغرف اللي في المشروع. ده اللي انا بتكلم عليه، ان انا بكل سهولة ممكن اديله منطقة واقول له وزعها لي. في نوع من الكومبيتيشنال ديزاين هو بيشوف لي افضل تصميم حسب الاقتراحات اللي عندي. ده مثلا برنامج اسمه انسايت 360، ده بيعمل اناليسيس لللايتنج والهيتنج كول والسولار. ده موجود جوه الريفت، مجرد ان انا بضغط اقول له اعمل اناليسيس فبيرفع الموديل بتاعي ويبدا يجيب لي النتائج ويبدا يقول لي انت لو عدلت مثلا في قيمه معينه ممكن توفر قد ايه. ده موجود اهيت، مجرد ان انت تظبط الاناره ويبدا يقول لك. ده موقع اسمه جي بي اس جرين بيلدينج ستوديو، برفع الموديل فبيبدأ يجيب لي بقى تحليل كامل لكل حاجة في المبنى. ده تحليل برضو اسمه Analogy Analysis، بيعمل تحليل للمبنى بس بقول له اللوكيشن فين، البروجكت فيس، فأنا بديله الكتلة وبعد كده هو بيبدأ يعمل الأناليسيز للكتلة اللي أنا عملتها. ممكن ما احطش تفاصيل، مجرد بس ان انا حددت الحدود بتاعه المبنى اللي عندي هو يبدا يديني الاناليسيس ليها. طبعا كل حيطه وكل حاجه بحدد له الماتيريال بتاعتها، فببدا اعمل سيلكت على الحاجه واقول له الماتيريال دي هتبقى نوعها كذا و و والحاجات دي كلها، بحيث ان انا بحدد الفيزيكال والثيرمال وكل التفاصيل اللي انا ممكن احتاجها في الاناليسيس.
ده مثلا مثال لللايتنج اناليسيس في قلب الريفت. مجرد ان انت تقول له اعمل اناليسيس فبيبدا يجيب لك الاناره. هنا مثلا في شباك ففي نور داخل، هنا مفيش اي نور اناره طبيعيه داخله. ده اليومود تولز بيبدا يحلل لي الاناره اللي موجوده. هنا اللايتنج اناليسيس دي امثله للتحليل. هنا مثلا في شباك موجود ففي اناره داخله وهكذا. في عندي ده هنا، ده سوفت وير بيتسطب جوه الاركيكاد وجوه الريفت، بيقول لي انت هتحقق قد ايه من الليد. فبيبدا يدرس المبنى بتاعي ويقول لي انت ممكن تحقق من خلال التصميم دوت الفيد مثلا. فلو انا عايز اكتر بقعد احسن في التصميم. ده احد البرامج اللي بتعمل تحليل السفاري. ده بيشتغل على سكتش اب وكذا برنامج تاني، بيبدا يحلل لي فنتليشن وشباك كود وهكذا. ده تالي ده بيبدأ يحلل لي مثلا الماتيريال، مرة بعمل ماتيريال معين ومرة ماتيريال تاني وشوف الفرق بينهم قد ايه. هنا مثلا مجرد ان انا اديته المبنى فبيبدأ يعمل لي الحصر الحاجة، وهل انا حققت البريم ولا لأ. طب لو مرة عملتها خشب ومرة عملتها نحاس ومرة عملتها مثلا خرسانة طوب هكذا، انا الافضل ليهم. تمام. ده برنامج اسمه ايكو ديزاينر. ده برنامج موجود جوه الاركيكاد بيعمل تحليل بشكل كويس. ممكن تحدد طول السنة او اسبوع اسبوع او هكذا. ده اوتوديسك فازاري بيحلل لي المكان. ده السي اف دي اللي هو المسارات بتاعة الهواء، اللي لو انا عملت مثلا سبلاي وريتيرن الهواء هيمشي ازاي في المكان. بالتالي كده خلاص كده المحاضرة. جزاكم الله كل خير. ولو في أي أسئلة، ده كتاب كنت عملته مع مهندس محمد حماد ومهندس رياض العبد ومهندس ياسر أبو سعود. أستأذنكم أشاركه معاكم بحيث لو حد حابب إن هو يقرأ أكتر في الموضوع. هبعته لكم في الشات. تحت أمرك يا باشمهندس، الله يكرمك. طيب هقول لحد هقول مظبوط. هقول لحضرتك حاجه، انا لما جيت اتعلم مثلا برنامج 3 دي ماكس فقعدت افكر انا محتاج 3 دي ماكس ده في ايه. في الموديل لا، انا بعمل موديل على الريفت بسرعه. انا محتاجه في ايه؟ انا محتاجه في الريندر. فركزت على دروس الريندر، بقيت اخد بس الموديل هنا واحطه هنا. فهي نفس الفكره. انا مثلا لو انا مهندس معماري وعايز ابدا، لو انا بنيت بيت صغير 3 4 اوض بالبيم وقدرت اطلع كل التفاصيل اللي انا عايزها، ده الكافي. انا مش لازم اتعلم 3 4 برامج ولا 20 برنامج، هو برنامج واحد اقدر اطلع اللي انا عايزه. في البلاد العربيه المنتشر الريفت، هو في برنامج تاني اسمه اركيكات كويس بس هو المنتشر في الريفت. فخلاص انا بتعلم الريفت، وهتلاقي على بيم اريبيا في معماري وانشائي وكهروميكانيكال للي عايز ان هو يستفاد او اي دروس تانيه. المهم يمسك السلسله من اول لاخرها، وهدفه ان هو يطلع كل الشغل اللي بيطلعه في المكتب بتاعه. لو بيطلعه اوتوكاد يطلعه بشكل كويس من ال... تمام بس كده. هو كلهم دلوقتي بيحصل حاجه اسمها انتجريشن بينهم. يعني لو انا عملت الموديل على الريفت او الاركيكاد او اي برنامج من برامج، اقدر اوديه البرنامج من برامج الهاب او اقصد برنامج الساب او برنامج الروبوت او اي برنامج من البرامج دي، بيقدر يتقبل الصيغه بتاعته خالص. يعني لو كتبت انتجريشن بين ده وده هتلاقي ان هو بينفع يصدر عادي، لان هم عملوا حاجه، الشركات دي عملت حاجه اسمها بيلدنج سمارت، منظمه غير هادفه للربح، هدفها انها توجد صيغه مشتركه بين البرامج. فعملوا حاجه اسمها اف سي او ممكن جي بي اكس ام ال، الاثنين تبع البيلدنج سمارت. اقدر اصدر الشغل واعمل مثلا الاناليسيز، وبعد كده اخد الشغل تاني ادخله جوه البرنامج اللي انا شغال عليه وابدا اكمل. في برنامج حلو قوي من برامج البيم خاص بالانشائي اللي هو تيكلا، ده قوي جدا في موضوع الستيل. ف يعني هتلاقي الموضوع سهل ان شاء الله.
السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الأحوال أستاذ عمر؟ الحمد لله أستاذنا، الحمد لله أستاذنا. باشمهندس يعني خبرة كبيرة ما شاء الله فيه. الله يكرمك أستاذ. صراحة يعني البيم هو نقلة نوعية كان من جيل لجيل في التصميم الهندسي، يعني زي الثمانينات والتسعينات كان في نقلة نوعية في استخدام الفاينانس بشكل واسع كثير كبير، كمان البيم والريفت كان في نقلة نوعية بين الربط بين البرامج كلها مع بعض. بس سؤالي لك أستاذ عمر، متى يعني لازم على المصممين إنه يبدوا يستخدموا البيم؟ هل في مرحلة التصميم الأولي للمشروع أم في وقت الكونستراكشن؟ يعني في عندنا بعض المشاريع فرضت علينا إنه أثناء الكونستراكشن نستخدم البيم لحتى تربط بين طيب. طيب الله يكرمك، هقول لحضرتك الاجابه دي يعني بشكل اخر. موضوع الاستدامه، انا لما يجي لي حد يقول لي عايزين نعمل استدامه في اول مشروع، بيبقى الموضوع سهل جدا وبسيط، لسه ما فيش ماتيريال جت ولسه ما اشتريناش حاجه، فسهل جدا ان احنا نعمل الموضوع دوت. انما كل ما الوقت بيتاخر كل ما يكون ان انا اطبق الاستدامه متاخره شويه، تمام؟ فلو احنا جاي في نص المشروع وحد عايز يطبق الاستدامه او الليد او كذا، فبقول له عايزين نغير ماتيريال، يقول لي انا اشتريتها خلاص انا معايا الماتيريال مش هينفع ان انا ارميها. لذلك في بعض الاوقات ممكن يجي لنا حد يقول لنا عايز يطبق الاستدامه، اقول له لا، انت وصلت ل 90% من المشروع، انا ملتزم بكل اللي انت عملته، يعني الاتجاه بتاع المبنى انا مش هينفع الف المبنى، ان انا اعمل اناليسيس للحاجه هتبقى صعبه. فبكون صريح معاه اقول له لا مش هينفع، يعني الحلول اللي انا هديها لك هتحقق لك 20% من اللي كان ممكن احققه لك في الاول. وكذلك البيم، البيم بينفع في اول ما تبدا تفكر في المشروع ككونسبت، طب نبدا نفكر فيه، طب نبدا نشوف وهكذا. لما بتيجي تطبقه في نص المشروع تكلفه تطبيقه هي هياها نفس تكلفه تطبيقه في اول المشروع، فانت تكلفه ثابته بس الفوائد هتبقى اقل، يعني هتلاقي نفسك الجزء بتاع الديزاين خلاص خلصته، الجزء بتاع كذا خلصته. جينا في مشروع قبل كده شغال كونستراكشن وبدانا نطبق البيم، على ما بنحط بنعمل الموديل ونصمم كان هو قطع شوط كبير، فبقت الاستفاده فيه قليله. يعني كل ما تبدا في المشروع من الاول كل ما تحقق استفاده حلوه قوي من المشروع. في ناس ساعات يقول لك خلص المشروع خالص وبعد ما خلصه يقول لك انا عايز اعمل بيم على اساس ان انا استفاد منه في الفاسيلتي مانجمنت، فمفيش مشكله بنعمله له، بس هي التكلفه نفسها ثابته سواء اول مشروع او اخر مشروع، بس الفوائد بتبقى ايه بتختلف. لو انا في اول مشروع انا هحقق كل الفوائد اللي انا ممكن اعملها، ممكن اعمل اناليسز للرياح للطاقه، كل الاناليسز اللي انا عايز اقدر اعمله بقدر اعمله في ثواني. فالاجابه ان انا كل ما اكون في اول مشروع كل ما اكون احسن بكتير، اخر المشروع بيبقى فيه صعوبة شوية وبيبقى فيه تكلفة ثابتة والفوائد بتبقى اقل. تحت امرك، الله يكرمك. طيب الامباكت بتاعه في موضوع التكلفة بيبقى اقل بكتير، يعني في حسابات بتقول ان هو بيوفر وقت كتير قوي، بيوفر الهدر في الاهلاك، فبيوصل تقريبا 25% من التكلفة. وفي جزء تاني اللي هو تقدير التكلفة، لو انا هبدأ مشروع ولسه مش عارف المشروع ده هيكلفني قد ايه، فعشان كده عايز اعمل اوفر معين او عرض معين او عايز كوتيشن ندخل مشروع، فهو البيم ممكن من اول يقول لي والله المشروع ده هيكلفك مليون، فانت بتحط نسبة الربح بتاعتك وتقدم عليها. فموضوع التكلفة من الحاجات القوية جدا، احنا عندنا يعني 3 حاجات بنركز عليهم، التكلفة والوقت والكواليتي.
يعني لما بركز على واحده بتيجي على حساب التانية. يعني لو قلت لي لا انا مستعجل في المشروع، فدي هيجي على حساب التكلفه هتبقى اكتر والجوده هتبقى اقل. انما التكنولوجيا بما بتخلي الوقت اقل وبتقلل التكلفه وبتزود الجوده بتاعت المشروع، ويعني بتعمل نوع من انواع السحر ان هي بتحسن المشروع في كل المخرجات بتاعته. مظبوط. طب ما انا هقول لحضرتك حاجه، هي الفكره كلها دي مشكله كبيره جدا، ان عندي مكتب خاص بالبيم. طب هل هو عنده ناس بتصمم ولا مجرد ناس بتعمل موديلينج؟ دي مشكله كبيره جدا. انا افضل ان المكتب نفسه اللي هو بيعمل الشغل يدي الناس اللي عنده شويه مهارات او يشرح لهم فكره البيم، وهو المهندس خلاص هياخد كلمتين ثلاثه ويقدر يشتغل في موضوع البيم. انما ان المكتب يبقى ما بيعمل بيم ويقول لك انا مش مسؤول عن التصميم وما اعرفش دعوه بالتصميم، هنلاقي دبل ورك، ان الناس تعمل كاد وتبعته له هو يبدا يعمل موديلنج ويقول لك اكتشف اخطاء هيصلحها ازاي، ما عندوش قدره على التصليح. فلا انا افضل ان يكون المكتب من ضمن المهام بتاعته هو موضوع البيم. يبقى كل الناس ما هو مع هي الفكرة كلها ان نفس التيم هو اللي شغال، بس اديته كورس او شرحت له الحاجات وبدأت اعلم المهارة بتاعته، بدأت اعمل نوع من انواع التطوير بحيث ان هو يقدر يشتغل بالأداة ديت. هو مش هيدرس كلها من اول جديد، ده هو مجرد كورس مثلا شهرين ثلاثة وهيبدأ يشتغل في البيم عادي خالص. تحت أمرك. لا لا لا، بص حضرتك، الأكواد والبي سي أي والحاجات دي كلها حاجات بتبقى في طيب بص تمام، كلام حضرتك سليم. بص حضرتك، الفكرة كلها انت حضرتك ناوي تشتغل مهندس في يعني ما بحبش لفظ مهندس بيم، بس هي يعني انا هشتغل بايديا ان انا هعمل التصميم والحاجات دي كلها. فالاكواد المفروض اللي بيخش فيها قوي وبيقعد يدرسها اللي هو البيم مانجمنت، ومسؤوليته ان هو يخلي كل الناس اللي شغالة في المشروع تلتزم بالكود. بس مش مطلوب لكل مهندس لسه متخرج ان هو يبدا يدرس الكود والحاجات دي كلها. هو كود صغير تقريبا 30 40 ورقه، مش قصه يعني. بس هو الفكره كلها لا، المفروض دي من مهام البيم مانجمنت ان هو يبدا يقول لكم، يقول للناس ان احنا هنشتغل مثلا بالاسم الفلاني، المعمار هيبقى اي ار، الانشاء هيبقى اس تي، الحاجات دي كلها، ويراجع على الناس تاكد انهم شغالين بالموضوع. في اكواد كتير جدا على مستوى العالم، في كود مصري وفي كود في الهندي وفي كود كوري، انا قريت اكتريتهم يعني، في الكندي. هو اللي حصل ان اشهر واحد فيهم كان البريطاني، وبعد كده قال لك احنا عمالين نصرف عليه، طب ما نخلي تبع الايزو. والايزو ميزتها ان هو بيقدر يديك شهاده ان انت بتاخد او ان انت شغال بالبيم كود، بيجي يقعد معاك ويتاكد ان انت ماشي بالتسميات صح والفولدرات صح والحاجات دي كلها. فهو لو انت بصيت على الفرق بين البي اس اي والايزو هتلاقي الفروق بسيطه جدا، يعني غير كلمتين ثلاثه، حتى في بعض الاختصارات ثابته زي ما هي، بس ايه، قال لك لا ده بترمز لحاجات تانية زي الاي اي ار. كان الاول كان يقول لك امبلوير انفورميشن ريكويرمنت، يعني متطلبات المالك، قال لك لا ده احنا هنغيرها، خلاها ريكويرمنت، يعني خلاها مجرد بس ايه يلعب في الحاجات، بس هو يعني 90% ما تغيرش،
مجرد بس غير شكل رسمة معينة حاجات زي كده. فلو انت درست ده هتلاقي ده هو هو تمام. مظبوط مظبوط، هو ده اصبح اجباري في بريطانيا ان انا عشان اسلم المبنى وشغل المبنى لازم اكون مفعل موضوع الكوبي. انا كنت لسه بسطبه يعني. هو مجرد ان انت بتشغله وتدوس عليه يروح هو يبدأ يطبق المعلومات وانت تدخل الداتا اللي انت عايزها. هو يعني كان زمان بياخد من وقت كتير قوي في الكيد، كان بياخد شهور، دلوقتي بقى اصبح شغالين بتدخل انفورميشن وتطلع اوتوماتيك. لا هو من خلال الخبرة عشان يوصل بين مانجمنت بيقعد مثلا 5 سنين، فمن خلال كده بيبدأ يحتك بالأقسام التانية ويعرف الـ الحاجات المشتركة. يعني بيعرف ان في هنا شفت في هنا كذا. اقول لحضرتك حاجة دلوقتي، لو حصل كلاش مثلا بين عمود مثلا وباب، مين اللي هيحرك التاني؟ دي الفكرة كلها، ان اثناء الشغل ببقى عارف انا الاولوية، وبنعمل جدول بكده، بنقول مثلا والله لو حصل حاجة زي كده لا الباب ممكن نترحل اسهل لان العمود مش هيترحل وهكذا. الصرف الصحي مثلا لا الصرف الصحي من خلال المناقشات وكده لا ما بينزل، يعني ما ينفعش يطلع وينزل لان هو جرافتي. فبنبدأ ان احنا ايه يبقى عندك الارضية المشتركة مع الاقسام كلها. يعني مش هتدخل جامعة تانية، بس هي الفكرة كلها من خلال الدروس بيبقى ال اتفضل. الله يكرمك. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يكرمك. الفكرة اللي موجودة في السوق تطبيق هذا الحكي بعين نظري في الماركت وفي السوق يصطدم بالسعر والتكلفة، تكلفة تطوير أي تكنولوجيا في الواقع. فبتلاحظ إن المهندسين أو المكاتب الهندسية المتوسطة بتعطي للمالك أو المطور أو الشخص صاحب المشروع بتعطيه سعرين، سعر الطريقة التقليدية تصميم المشروع وإخراجه بطريقة تقليدية، وسعر بالطريقة البيم تقنيات البيم تكون. السؤال هو نحن شو معانا عوامل فينا نقنع فيها المالك المطور بأنه لو راح على تصميم المشروع تقنيات البيم راح يستفيد ويعوض الفرق زيادة السعر عن التصميم. تمام 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 حاضر. طيب
بالنسبة لموضوع التكلفة، لو جينا نبص عليها هتلاقي ان التكلفة دي اول حاجة تكلفة خاصة بان انت بتضطر ان انت تعدل الاجهزة بتاعتك، لان المفروض اصلا الناس اللي شغالة بالاوتوكاد او شغالة باي برنامج من البرامج اللي هي بتاعت 2D، المفروض ان هو اشتغل على اجهزة اللي هي بيسموها ورك ستيشن او اجهزة او الجيمر، يعني اجهزة عالية. هو بيجيب اجهزة بسيطة اللي هي بيسموها بيرسونال كمبيوتر، ودي المفروض بتشتغل في الوورد والاكسل والحاجات ديت، بس تبقى ماشية في الاوتوكاد شوية وتبقى بتطلع شغل بس بطيء شوية. انما في البيم لا، بيبقى الموضوع صعب ومحتاج ان هو يجيب اجهزة اعلى شوية. دي اول نقطة، هي موضوع ان انا احول مكتب من اسلوب العادي لاسلوب البيم قصة طويلة وبناخد فيها وقت يعني، تمام، يعني محتاج اكتر محاضرة عشان نشرح الفكرة او الخطوات اللي هنعملها. التكلفة التانية تكلفة ان انا بختار ناس معينين يشتغلوا في الموضوع دوت، او ان انا اديهم كورس. وانا صراحة بفضل ان انا نفس الاستاف اللي معايا ده اديهم كورس، وعين بس واحد او اتنين يديهم دفعة، يعني ما رفدش الناس كلها واجيب ناس جديدة كلها بيم، لا، هو كل الناس اللي موجودة عندي هديها كورس، ويبقى معايا اتنين تلاتة اشرح لهم الفكرة تحصل ازاي، او يعني اجيبهم من بره يعملوا سبورت. اقفل، تمام، ماشي. لا لسه نقطة، لسه موضوع ان انا اقنعه ازاي، لازم اكون فاهم الشخص دوت. يعني على سبيل المثال انا ممكن اروح لواحد هو يعني مش فارق معاه الفلوس قوي، بس عايز ابهره، فبوريه بقى الفيرشوال رياليتي، الاوجمانتد رياليتي، يعني في بعض الامر او كده بنقعد معاهم نقنعهم بالتكنولوجيا الحديثه. في واحد هو مسوق عقاري، فانا بقول له لا، ده احنا ممكن هنعمل موضوع السمارت هوم، وتحكم في البيت من خلال الموبايل ومن خلال الميداليه بتاعتك تقدر تتحكم في كل حاجه. في واحد اهم حاجه التكلفه، فبثبت له ان انا هقدر اوفر له تكلفه من خلال تقليل الهدر. في واحد اهم حاجه عنده الوقت، فانا الاول بقرا اللي قدامي دوت، هو ايه اللي هو مقتنع بيه، وهو ايه اللي هو شايفه انه كويس. طبعا يعني لو الدوله نفسها هي اللي اجبرت على موضوع البيم دوت، هتلاقي الموضوع خلاص هو ملتزم ان هو يعمل البيم، بس انا بحاول اديله مزايا. يعني اقول له انت دفعت 10 جنيه او 10 ريال او اي عمله، في مقابله حصلت على حاجات كويسه، بحيث ان هو يلتزم بموضوع البيم دوت حتى لو هو مش مجبر بيه. لا، هو دلوقتي ظهر عندي حاجة اسمها البي اس 91. انا شغال في موضوع العقود دي في شركة من الشركات، فما بقاش السعر القليل، بقى في عوامل تانية كتيرة، زي مثلا ان هو اشتغل في مشاريع قبل كده قريبة من المشروع بتاعي، يعني في كذا عامل مش السعر بس. فانا بحاول اثبت له بان انا بقعد معاه ميتنج واوري له المزايا، واقول له مثلا ده انا في مشروع قبل كده اهوت من مع شركة اكس مثلا، وتقدر تسألهم احنا وفرنا له مثلا 20%، فاي نعم سعر ازيد سنة، لكن في مزايا موجودة. الله يكرمك يا باشمهندس، هو فعلا كلام حضرتك مظبوط، يعني بنعتبر ان في خلل في اي جزء بيأثر على الشغل كله. ف يعني كان المفروض الكونستراكشن مثلا يبدأ يجيب حد من اللي هو الكونسلتنت او الاستشاري، يبقى موجود معاه في الموقع ويبدأ يعني يدي تدريب. يعني ساعات كتيرة جدا بيجيلنا كده في قلب العقد، يقولك انت هتشتغل بتكنولوجيا حديثة لازم تعمل تدريب للناس. التدريب ده ممكن ما يبقاش تدريب شهر كامل، لا، ممكن يبقى 3 4 ايام بس، بتبقى قاعد معاهم وتفهمهم ازاي يقروا اللوح مثلا، او ازاي ان هم ياخدوا معلومة معينة،
او ازاي مثلا لو عندهم مشكله يقدروا يشوفوها، لان هو زي ما حضرتك قلت الراجل عمل اللي عليه وبعت اللوح، واللوح ما قدروش يتعاملوا معاها فاصبح في خلل، فالاستفاده بتبقى اقل، ما بتبقاش 100% ولا بتبقى زيرو. الفكره كلها المخطط اصبحت اقل في الحاجات. هو الاستشاري بيديها لهم PDF او بيديها لهم اوتوكاد، فبيبداوا ان هم يحاولوا يتعاملوا معاها. لكن هيكون افضل طبعا لو معاهم على الاقل واحد او اتنين مسؤول ان هو يشرح لهم اللي بيحصل ايه، او يشرح لهم ان في مشكله هتيجي فازاي يتجنبوها وحاجات زي كده. ده طبعا دي من ضمن المشاكل اللي موجوده وبتعمل كليم كتير او بتعمل متطلبات كتيره، مين اللي غلطان، وتوصل للمحاكم. انت عامل تصميم غلط ولا صح؟ لا انا عامله صح وانت ما فهمتوش وهكذا. فدي بنحاول ان احنا نتعامل مع الموضوع دوت، نبقى في حد موجود في قلب السايت يوصل المعلومة للناس اللي موجودة. ملهاش حل سحري، هي ليها مشكلة موجودة ويعني هتختفي مع الوقت، يعني بعد كام سنة زي ما كان كله زمان بيشتغل ورق وقلم وبعد كده كله بقى يشتغل اوتوكاد، هتلاقي كله بيشتغل بيم وبعد كده تظهر التكنولوجيا افضل وهكذا يعني. في الريفت، طيب الريفت ضعيف في موضوع التسليح بالشوب دروينج. الإزارات الحديثة بدأت تبقى أحسن، بس برضو مش اللي هو اللي الناس بتعود عليه. احنا عادة بنلجأ لبرامج أخرى، لأن الريفت ده جزء صغير من التكنولوجيا اللي هي جزء صغير من البيم، فمش هو كل حاجة. فاحنا بنلجأ اللي فيه برامج كتيرة جدا سواء تبع اوتوديسك او مش تبع اوتوديسك. في تبع اوتوديسك ال ASD مثلا، في بره اوتوديسك في اول بلان، ده من البرامج الكويسة. في برامج كتيرة جدا، فانا ممكن اعمل الموديل وبعد كده لو موضوع التسليح دوت الريفت مش كويس معايا، لان في كذا ادنس بتنزلها بتلاقي فيها حاجات كويسة جدا بتربط بين العمود والكاميرا والعمود والفلور، فبيبقى فيه مزايا حلوه. لكن لو انت عايز حاجه متخصصه، انا افضل ان اروح حاجه متخصصه. وكويس ان حضرتك سالت السؤال دوت. حتى في موضوع الاستدامه في برامج متخصصه، فانا افضل ان اعمل موديل على البيم وبعد كده اروح. عندنا مثل في مصر يقول لك ادي العيش لخبازه، فباخد الموديل واروح مدي لبرنامج متخصص يعمل لي الاناليسيس بتاعه الاستدامه. في برامج تانية بتعمل شوب دروينج بشكل حلو وتسليح، فدي بروح لها على طول. شكرا لحضرتك، ألف شكر.